في البداية نحب نتعرف حضرتك. أنا إبراهيم رمضان محمود مازن، موظف بصندوق تأمين ضباط الشرطة التابع لوزارة الداخلية، إدارة المشروعات والبحوث المالية. أنا كنت مهند، قعدت 3 سنين في صندوق تأمين ضباط الشرطة حضرتك، وبعد ما قعدت 3 سنين تجنيد كمجند، فعرضوا عليا إن أنا أتوظف في الصندوق اللي هو مكانه 11 ميدان السيدة زينب برج الشرطة. قعدت في الصندوق دوت 10 سنين، واشتغلت مع 3 لواءات ناس محترمين، وما فيش اي مشكله بيني وبينهم في اي مشكله خالص حدثت مني معاهم، او في اي اجراء اتاخد ضدي ان انا راجل مش كويس، او ان انا راجل كذا، او ان انا راجل كذا، سوى لواء بالمعاش اسمه انا والمجندين اللي في الصندوق عندنا، ورحت البيت عنده عملت له شغل كهرباء، لان انا شغال في الصندوق فني كهربائي في الصندوق، انا عندي فكره شغل خاص للوزير، شغل خاص في بيته. نعم. في الفيلا في التجمع الخامس، وانا اعرف كل حاجه في الفيلا واقدر يعني اوصفها بالتفاصيل. المهم طبعا حضرتك رحت الفيلا عملت له شغل، قعدت في الشغل دوت 15 20 يوم بدون مقابل، ما ادانيش اي فلوس، فطلبت منه فلوس، قال لي الشغل في الفيلا زي الشغل في الصندوق، انت اكنك انت زي الشغل هنا وشغل هنا واحد. فحضرتك طلبت منه فلوس؟ قال لي لا مفيش فلوس. طلب مني شغل تاني بنفس الموضوع برضه، قال لي يا باشا بعد اذن حضرتك انا راجل متزوج وعندي 3 عيال، انا عايز سعادتك حتى الاكل والشرب اللي باكله اللي بدفعه من جيبي. قال لي كده تقدم استقالتك وتمشي احسن لك من الصندوق. بدات المشكله من ناحيه الايه؟ من ناحيه دي. المهم طبعا توجهت لوزارة الداخلية، عملت شكوى في الوزارة، وعملت شكوى في التفتيش، وعملت محضر في القسم بالكلام اللي حدث دوت والكلام اللي حصل دوت، كل اللي انا حكيت لكم فيه دوت، تمام؟ محدش سأل فيا، والمحضر اللي انا عملته في الاخر وصل، كان المحضر يوصل 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 لحد ما المحضر اللي انا كنت عامله اتحفظ. المحضر اللي انا عامله كله اللي انا اتكلمنا كله. حضرتك الوقت وضعك ايه حاليا؟ انا الوضع دلوقتي بتاعي ان انا راجل دلوقتي بقالي شهر ونص مرمي في الشارع. مفصول؟ مفصول بدون سبب، وعملت محضر في طلبت النجدة. ما وصلتش ليه لوزير الداخلية؟ انا ورحت لوزير الداخلية، والراجل ده انا بحبه وبحترمه جدا اللي هو محمد ابراهيم، وانا كنت في مرة من المرات كنت واقف ظهره في موقف حصل، وانا نفسي ان انا اروح للراجل دوت اللي مش عارف اوصل له. وخدت معايا كروت ومعايا صور ان انا كنت مع الراجل ده في موقف حصل، وما رضوش يدخلوني، قالوا لي ما فيش دخول لك، انت تكتب شكوى. وتاني مره ان جيت الوزاره احنا والله هذا حصل، احنا هنقول ان انت جاي تشاغب وجاي تعمل مشاكل قدام الوزاره، ما تجيش الوزاره وما تجيش تشتكي تاني. فانا خلاص غلبت، معايا 3 عيال. انت عايز ترجع شغلك تاني؟ انا عايز ارجع شغلي تاني، لان انا اترفدت من شغلي بدون اي سبب، ما فيش اي مشكله انا عملتها، واتعمل لي فصل تعسفي بقول لي قرار مجلس الاداره قال اللي انت اترفدت. طب اترفدت ليه؟ انا عملت ايه؟ ايه الذنب اللي انا عملته؟ وانا بحب بلدي وبحب وزير الداخليه، وانا راجل يعني شكرا.